وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أما بعد، معاشر المؤمنين حجاج بيت الله الحرام، إنها لنعمة عظيمة ومنة جسيمة أن أكرمنا الله جل وعلا بهذا المجيء إلى بلده الحرام لنكون بعون منه ومد من حجاج بيته في هذا العام. فنسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا المجيء أن يعيننا على حسن العمل والإخلاص لله فيه، وأن يعيننا على اغتنام أوقات هذا الموسم العظيم المبارك حج بيت الله الحرام. ثم إن من نعمة الله علينا أن الوقفة غدا تصادف وتوافق يوم جمعة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الوقفة إذا وافقت يوم جمعة تميزت على غيرها إذا لم تكن موافقة ليوم جمعة بميزات عظيمة عددها أهل العلم. ومن أحسن من استوفى ذكرها وبيانها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، حيث أوصل هذه الوجوه إلى 10 وجوه. ومن ذلكم أيها الإخوة الكرام أن الوقفة إذا كانت يوم جمعة فإنها توافق ما كان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن وقفته في حجة الوداع عشية عرفة كان في يوم جمعة. ومن المميزات أن يوم عرفة خير أيام السنة وأفضلها، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فإذا توافق خير أيام الأسبوع مع خير أيام السنة فهذا خير على خير وفضل على فضل. ومن هذه المميزات أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يرد فيها سائل، وفي أحد القولين من أصح الأقوال لأهل العلم في تحديد هذه الساعة أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، فيجتمع للناس عشية عرفة أمران موجبان لإجابة الدعاء، أنهم في عشية مباركة يدنو الله فيها من الخلائق، وأنهم في آخر ساعة من يوم الجمعة فتكون الإجابة باجتماع هاتين الفضيلتين أعظم. ومن هذه المميزات أن العشية عشية يوم الجمعة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها إكمال الدين، حيث أنزل الله تبارك وتعالى فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. وقد جاء في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إنكم يا معشر المسلمين تقرؤون آية في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي أنزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه في عشية عرفة في يوم جمعة. الحاصل أن الوقفة إذا صادفت يوم جمعة فهذا خير عظيم ومنة عظيمة، وما استفاض على ألسنة كثير من العوام أنها تعدل 70 حجة أو 72 حجة، فهذا مما لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ولا يجوز القول بذلك ولا مستند له شرعي من كلام الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن فضل الوقفة إذا صادفت يوم جمعة تدل عليها وجوه عديدة نبه عليها أهل العلم، منها ما أشرت إليه. وينبغي معاشر الكرام أن نستحضر فضيلة هذا اليوم ليعظم تهيؤنا له واستعدادنا، فإن المرأة كلما استذكر الفضائل واستحضرها كان ذلك أبلغ في تكميل العبادة وتتميمها. ويوم عرفة يوم عظيم، هو خير الأيام وأفضلها، يوم دعاء ومناجات وذكر وإقبال على الله سبحانه وتعالى، يوم لله تبارك وتعالى فيه عتقاء من النار. وينبغي على كل حاج أن يعظم شوقه ورغبته وحرصه على أن يكون في تلك العشية من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار، ويقبل على الله صادقا راجيا داعيا طامعا ملحا على الله جل وعلا بالدعاء. والله لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم ملائكته يقول: ما أراد هؤلاء. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن هذه المباهاة تدل على الغفران، غفران الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يباهي بأهل الذنوب وإنما يباهي بمن غفر لهم سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يذكر ونافعه ما ذكره عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: أتيت سفيان الثوري وهو جاث
على ركبتي عشية عرفة وعيناه تهملان، أي من الدموع، فبكيت. فقال: ما شأنك؟ قلت له: من أسوأ أهل هذا الموقف حالا وشأنا؟ قال: الذي يظن أن الله تبارك وتعالى لا يغفر لهم، الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. فهو يوم مغفرة، يوم عظيم من أيام المغفرة والعتق من النار، من أعظم أيام الغفران والعتق من النار. كيف وقد أقبلت هذه الجموع بالبكاء والخشوع والإلحاح والسؤال والطلب والإقبال على الله تبارك وتعالى؟ نظر الفضيل بن عياض رحمه الله إلى الحجاج وهم وقوف عشية عرفة في بكاء ودعاء ومناجاة، فقال لمن حوله: أرأيتم لو أن هؤلاء ذهبوا إلى رجل وسألوه دانقا، أي مبلغ يسير جدا من المال، أكان يردهم؟ يعني وهم بهذا البكاء وبهذا الإلحاح وبهذا الطلب، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة من الله تعالى لهم أهون من هذا بدانقه. ولهذا ينبغي أن يستحضر هذا المعنى، وأن يوم عرفة أرجى أيام الإجابة وأعظم أيام الغفران والعتق من النيران. وإذا تأملت الحديث المتقدم، حديث أم المؤمنين عائشة، فإنه قد اجتمع فيه جملة من الفضائل لهذا اليوم العظيم المبارك. الفضيلة الأولى أن يوم عرفة هو أكثر الأيام لله فيه عتقاء من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فلله عز وجل في هذا اليوم المبارك عتقاء من النار كثيرون لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله بالوقوف في عرفة أن يعظم رجاؤه في أن يكون من هؤلاء، وأن يدعو لنفسه ملحا ولوالديه وذرياته وإخوانه وأحباءه والمسلمين والمسلمات، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ومن أحسن ما يدعى به في هذا الباب طلب المغفرة في يوم الغفران. قد قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. ولهذا ينبغي على الحاج أن يكثر عشية عرفة من: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الثانية من الفضائل أن الله سبحانه وتعالى يدنو من أهل الموقف، وهذا دنو يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه. والقاعدة عند أهل السنة في مثل هذا ونظائره إمراره كما جاء والإيمان به كما ورد، دون أن يخاض فيه بتأويل أو تحريف كما هو الشأن عند أرباب أهل البدع وأهل الباطل. فالله يدني جل وعلا عشية عرفة من أهل الموقف دنوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وهذا شرف عظيم، شرف عظيم يناله أهل عرفة في وقفتهم في تلك العشية المباركة. الثالثة من الفضائل
أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته، وهذه المباهات تدل على الرضا، فإنه سبحانه وتعالى لا يباهي بمن لم يرضى عنهم، لا يباهي بأهل الذنوب والمعاصي، وإنما يباهي بمن غفر لهم، فهذه المباهات لها شأنها. ثم إنه جل وعلا يباهي بهم ملائكته وهو غني عن وقوفهم، فإن وقوفهم لا ينفعه ودعاءهم لا ينفعه وذكرهم له سبحانه وتعالى لا ينفعه جل وعلا، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي نفسه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، لكن هذه المباهات مباهات من غني حميد فضلا منه وتكرما وإظهارا لفضل عباده الذين وقفوا شعثا غبرا ضاحين عشية عرفة يرجون رحمته ويخافون عذابه جل في علاه. الرابعة من الفضائل قوله عليه الصلاة والسلام فيقول ما أراد هؤلاء، وهذا فيه أن دعوتهم مستجابة وطلبهم لا يرد. ما أراد هؤلاء أي فإنه مستجيب لما أرادوا وما طلبوا وما أقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى داعين ملحين. ويوم عرفة يوم إرغام للشيطان، وقد جاء في حديث روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الموطأ وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدحر منه عشية عرفة. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يري الله من نفسه خيرا وأن يرغم الشيطان، وأن يحذر أيضا من أن يفتنه الشيطان وأن يغويه وأن يصده عن الخير، ولا سيما في تلك العشية المباركة، فإن من الناس من يضيعهم الشيطان في لهو وحرام وأمور جاءت الشريعة بمنعها والتحذير منها فتضيع عليهم تلك العشية في مثل ذلك، إلى آخرين يدفعهم الشيطان إلى الانصراف من عرفة في وقت مبكر غير مبالين بما له من مكانه وما فيه من إجابة للدعوات. ولهذا ينبغي للعبد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يحذر من هذا العدو ومن إغوائه وصده لعباد الله، وليعلم أن الشيطان أشد ما يكون على العبد إغواء وصدا عن سبيل الله في مثل هذه الأوقات الفاضلة العظيمة، حتى يحرمه من الخير ويحرمه من المغفرة ويحرمه من الفضائل. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، ومن ذلك طريق الحج
لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال بعض المفسرين من أئمة السلف أي طريق مكة، وهذا من التفسير للنص ببعض أفراده. فطريق مكة الشيطان قاعد له، بل قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى من أئمة السلف وعلماء التفسير، قال ما خرجت رفقة للحج إلا وأرسل الشيطان معهم مثل عددهم، أي أنه كل رحلة حجاج معها رحلة شياطين، مهمة هؤلاء صد هؤلاء عن الخير وإغواءهم وإشغالهم باللهو والمحرم والباطل حتى ينحرم من فضائل هذه الأيام المباركة واللحظات العظيمة. ومما ينبغي أن نتنبه له جيدا عشية عرفة أن ندرك مكانة الدعاء وعظيم شأنه ومكانة الإكثار من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والإكثار من هذه الكلمة كلمة التوحيد في هذه العشية المباركة عشية عرفة في غاية المناسبة وتمام الموافقة، لأن يوم عرفة خير الأيام وأفضلها، ولا إله إلا الله أفضل الذكر وأعظمه، فناسب الإكثار من أفضل الأذكار في أفضل الأيام. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا إله إلا الله قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن المعاني العظيمة المستفادة من إكثار المسلمين حجاج بيت الله عشية عرفة من هذه الكلمات المباركة أن هذه الكلمة هي التي تجمعهم، وهي التي تربطهم، وهي التي تؤلف بينهم، فلا اتحاد واجتماع كلمة إلا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا ينبغي أن يعي المسلمون مكانة هذه الكلمة ورفيع شأنها وعظيم مكانتها، وألا يكون حظهم منها مجرد القول والتلفظ بها باللسان، بل ينبغي أن تقال عن علم وصدق وعمل، عن علم بمعناها، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاشترط العلم. فينبغي أن يستحضر معنى هذه الكلمة وأنها كلمة توحيد، فلا توحيد إلا بلا إله إلا الله. التوحيد قائم على ركنين، النفي والإثبات، النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. فلا توحيد إلا بذلك، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. وقائل لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن الأمور المؤلمة والمؤسفة في هذا الباب أن بعض الناس
يقول لا إله إلا الله وربما يكثر منها بلسانه لكنه لا يعي معناها ولا يعرف مدلولها، ولهذا ينقضها بفعاله. ولهذا بعضهم يقول لا إله إلا الله ثم إذا رفع يديه يدعو قال مدد يا فلان أو أغثني يا فلان، أين لا إله إلا الله؟ أين التوحيد؟ إذا كان يستغيث بغير الله ويلتجئ في دعائه إلى غير الله. وعلى كل ينبغي على العبد أن يكثر من هذه الكلمة العظيمة المباركة عشية عرفة، وأن تكون أكثر قوله وأكثر ما يقول في هذه العشية المباركة، فإنها خير ما يقال، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لحسن الوقوف بين يديه في تلك العشية المباركة، وأن يغنمنا خيرها، وأن يجعلنا فيها من عتقائه من النار، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. وأسأله جل في علاه أن يجعلنا أجمعين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانية وسرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآله وصحبه.